طريق استفاد منه الشركات النفطية وتريلات نقل المواد الإنشائية، والطريق يربط محافظة البصرة بمحافظة الناصرية عن طريق الشبايش وقضاء المدينة، ويتصل بقضاء القرنة. الطريق يحتاج إلى إنارة. الطلب الملح السريع اللي نطالب به أنه اللي ينقذ حياة الناس تخطيط الشارع، لأنه بالليل أكو استدارات، وإذا تلاقى قابلا سيارات واحدة بوجه واحدة يصير إما ارتباك عند السائق ويطبق على السائد اللي مقابله فيصير ارتطام، أو يتيه الشارع وينزل من الشارع. طريق مظلم وسواد التبليغ، فيتيه الشارع وينزل من الشارع، وصارت عوادث. ولو تم بالتقاطع والسيطرة بداية الشارع شايفين مقبرة سيارات. هذا شارع العلم يربط قضاء القرنة بقضاء الصادق إلى قضاء المدينة، بالإضافة إذا يربط شارع فرعي الاتصال على شارع الرميلة النفطي. فهذا المشكلة عندنا به كثرة الحوادث به. أطلق على هذا الشارع طريق الموت بسبب الحوادث اللي حصلت. وعدنا السيد القائم مقام بأنه يكون سايد ثاني، بس هذا المشروع يعني تعرفون يراد لوقت كلش هواي، يراد ميزانية. فاللي نقترحه هسه حل مؤقت تخطيط الشارع وتوفير إنارة لحل هذه المشكلة وتوسعة الأكتاف. وإذا جيتوا بالطريق وشفتوا أكو استدارات كلش قوية، هذه تتعالج على أحد الجوانب وتنحل المشكلة. بالنسبة لطريق العلم، إحنا كان طريقنا داخل، يعني داخل كانت فيه معاناة شديدة جدا. بعدين سوينا طلب على مود يفتحونا هذا الشارع، يعني هذا الشارع خدمي 100% بدون حوادث. بالنسبة حوادث المن البيوت العوائد، لأنه ماكو عليه بيوت، بس مجرد طريق سالك. بس المشكلة أنه شنو، أول شيء لا مخطط ولا إنارة. فناشدوا المحافظ، وأنا بالنسبة لي كمختار منطقة والمنطقة كلها جاي تعاني منه، يعني هالمناطق كلها، بأنه خدمي بس صار علينا وباء، ماكو حل. اي ماكو حلول ترقيعية ولا هم هسه يعني شنو سووا؟ نفس الشيء، ما سووا شيء، مجرد تبليط. يعني التبليط بدون إنارة ما يصير، بدون تخطيط، علامات مرورية باستدارات كلش حادة. يعني أنا ذاك يوم والله جيت هنا خطية عائلة كلها رايحة هيك بلاش. أكثر شيء الحوادث قاعد تروح عوائل بيها. كل عائلة بعائلتها. قبل شهر راح عندنا 2 عوائل زوجوا أطفال 2. الشارع ما عندنا نقص، بس تحطون نقلوبات الشارع بالليل، لأن الحوادث قاعد تصير أظلم الدنيا وطقة ما طقة. فإحنا نريد من عندكم هاي الشغلة تحطون لنا إلها بالنبي. والشارع محترم وجزاكم الله خير الجزاء ونعم الله عليكم، موقفكم حلو، بس نترجى من عندكم تحطونا أضوية مالية. شارع العلم هو الشارع من الأساس، أنه ردنا نرفع سايدين 2019، لكن مدير الطرق والجسور قالت إحنا ما نرفع سايدين إنه ألا يكون دراسة وتصميم، وتعرفين موازنة العراق واللي قاعد نشوفه إحنا استغرب. فاضطريت أنه عن طريق وزارة التخطيط دخلها توسعة، وليس أنه السائد الثاني أو أي شيء. يعني أنا جماعة ناقل لهم أنه توسعة سدة العلم، وليس السائد الثاني. السائد الثاني ما قبله طريق الجسور إلا دراسة وتصميم. المهم جت الحمد لله وشكر، جت التوسعة مالته، فقط التوسعة وكمل المشروع. ردنا نسوي له تأثيث الشارع أو التخطيط مالته وإنارة مالته كمرحلة ثانية. الطرق الجسور بالتأثيث قالوا يكون انكسر طبقتين، يعني جهتين، الطبقة القديمة الشارع القديم والجديد 5 سنتيم على مكون يكون طبقة واحدة. هذا مرفع له كشف إضافي إحنا بكتها وهي المشروع وما حصلت الموافقة، على مود أنه يصير كسر طبقة 5 سنتيم لكل الشارع، عرضه صار 13 متر، فكسا على مود التأثيث ماله وتخطيطه، فما حصل، ما صارت موافقة. بقت انه على الخطة مالت المحافظة، رفعنا على الطريق والجسور، رفعنا الإنارة مالته رافعينها احنا، على المنافع الاجتماعية ما صارت، رفعناها على المحافظة على الطريق والجسور، ودينا المحافظة على الطريق والجسور موجود ضمن الخطة مالتنا هي.
الطرق والجسور قالوا مو علينا، على دارة كهرباء توزيع شمال البصرة، فحولناه على التوزيع، توزيع لأنه خط كهرباء. هي التكلفة مالتها حتى دارة الكهرباء عدد التندر ماله كامل اعطيناهم كتاب وحدود التكلفة مالته موجود، التندر ماله جاهز. فهو ضمن الخطة مالت الكهرباء شمال البصرة. هم على هاي السنة 2022 احنا ننتظر اكو موازنة، احنا رافعينها انه الانارة مالته، ورافعين سايد ثاني تراس وتصميم، وصار كلام ما يسعد ولا مدير قسم التخطيط والمحافظة انه الموافقة المبدئية موجودة وشركة استشارية موجودة كسايد ثاني. السايد الثاني اكو خطة انه وياها انه مشروع ثاني الربط شارع والطريق الدولي. Thank you.